كباب الحلة أو اللحمة بالبصل من أسهل وأسرع الوصفات اللي بعمل بيها اللحمة. أول حاجة هنقطع اللحمة مكعبات صغيرة بالشكل ده، وهنفرم البصل خشن، وبعد كده في حلة على النار هنضيف معلقة من السمنة أو الزبدة ونشوح اللحمة لحد ما تاخد لون. بعد كده هنطلعها في طبق وهنحط مكانها البصل، وهنضيف عليه 2 فص ثوم مفروم ناعم، وهنقلبهم كده لحد ما البصل يدبل. بعد كده هنضيف عليه اللحمة تاني وهنقلبهم مع بعض، وهنضيف التوابل، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل والقرفة و7 بهارات، ورشة من جوز الطيب، وورق لورا، وحبهان. بعد كده هنقلبهم مع بعض، وهنضيف تقريبا 1/4 كوباية صغيرة من المية، وهنهدي النار ونغطي لحد ما تبدأ تستوي. هنضيف الملح، تقريبا 2 معلقة صغيرة من الملح، وهنضيف 2 فص ثوم تانيين مفرومين ناعم، ونقلب ونسيبها بقى على النار لحد ما تستوي وتدوب كده وتوصل للون ده، تكون كده اتكرملت والميه نشفت من عليها. بعد كده هنقدمها مع رز بشعرية دايبة، وطعمها بجد تحفة. جربوها وبألف هنا.